السلام عليكم. المنتخب التونسي تقريبا بعد انتصاره على المنتخب موريتانيا وهزيمة المنتخب الزامبي في طريق مفتوح للمقابلة الفاصلة، المقابلة اللي باش ترشح الكاس العالم قطر 2022. قدوة ان شاء الله المنتخب التونسي باش يعاود ينافس المنتخب الموريتاني في موريتانيا لحساب الجولة الرابعة تصفيات كاس العالم. وبصراحة المردود والأداء اللي ظهر به المنتخب الموريتاني ضد تونس في رادس، المنتخب الموريتاني نتصور مش المنتخب اللي باش يقلق برشا، المنتخب التونسي ممكن فترة جس النبض الطول شوية، ممكن المنتخب التونسي ما يلقاش الآليات اللعب متاعه بداية المقابلة، لكن نتصور في النهاية باش تكون نتيجة إيجابية للمنتخب التونسي في موريتانيا. المنتخب التونسي قادم على مسابقة كأس العرب تقريبا مازال شهر ونص يفصلنا على بداية الدورة، ماهواش باش يلعب جل ملاعبيه نتاعو المحترفين بحكم التزاماتهم على الأندية نتاعهم. لذا منظر الكبير باش يعول بشكل كبير على اللاعبين المحليين، اللاعبين اللي ينشطوا في البطولة التونسية، اللاعبين كيف اللي ينشطوا في الدوريات الخليجية والدوري المصري. هذا اللي ممكن باش يخلينا نشوفوا عدم تناسق كبير بين الملاعبيه، أولا لعدم مشاركة بعض الملاعبيه كأساسيين مع المنتخب، اثنين ممكن نشوف وجوه جديدة من البطولة الوطنية في الدورة هذه، وثلاثة واللي هو أهم عامل ما ثماش مقابلات ودية قبل الدورة هذه وبعد تصفيات كأس العالم باش يكون ثم تناسق بين الملاعبين. تاعي على منظر الكبير باش يبدأ يحضر في الفريق الأول متاعو، باش يبدأ يحضر في التشكيلة الأساسية اللي باش تشارك في دورة كأس العرب من المقابلات المتبقية من تصفيات كاس العالم بداية من مقابلة موريتانيا. منظر الكبير مش مطالب باش يغير فريق كامل في مقابلة موريتانيا، لكن يبدأ يشرك في بعض الملاعبية كأساسيين، ملاعبية باش يكونوا أساسيين في دورة كأس العرب. نسبة أكبر يبدأ يشرك في ملاعبية باش يعول عليهم في دورة كأس العرب في المقابلتين الجايين ضد منتخب زامبيا ومنتخب غينيا الاستوائية، على أساس زوز مقابلات ودية، زوز مقابلات تحضيرية لدورة كأس العرب. دعوا مع بعضنا بالتشكيلة المحتملة، التشكيلة اللي ممكن يبدأ بها منظر الكبير لمواجهة منتخب موريتانيا، وكيف كيف باش يبدأ يحضر بها لدورة كأس العرب. ذا يعيشكم، رانا باش نعملوا التشكيلة متاع ملاعبية موجودين حالياً في القائمة، ممكن ثم ملاعبية باش يكونوا موجودين مع المنتخب في الدورة هذه في البطولة الوطنية، وممكن كيف كيف باش يكونوا أساسيين، لكن حاليا ما همش موجودين في القائمة، لذا ماناش باش نلقاهم في التشكيلة اللي باش تكون غدوة ضد منتخب موريتانيا. نبداو في حراسة المرمى، وبصراحة جدل كبير شكون الحارس الأول في المنتخب، فاروق بن مصطفى، معز أحسن. لو كان نقولوا منظر الكبير باش يبدأ يحضر من توا في دورة كأس العرب، نقولوا باش يحط معز أحسن، لكن كي يحط معز أحسن مكان فاروق بن مصطفى بصراحة ظلم اللاعب، لأنه حاليا مغلط حتى غلطة، بل أنقذ المنتخب في بعض المقابلات. لكن يندرى لو كان يقعد فاروق بن مصطفى بالمستوى المحترم اللي قاعد يقدم فيه حاليا مع المنتخب، لكن حارس احتياطي مع الترجي الرياضي، يندرى باش يقعد من هنا لدورة كأس العرب الحارس الأول للمنتخب، ولا باش يتم تعويضه. طور في التشكيلة اللي باش تواجه منتخب موريتانيا، باش يكون في حراسة المرمى فاروق بن مصطفى، لكن اختيار فاروق بن مصطفى كحارس أول باش يكون الخيار السليم في دورة كأس العرب. مركز الظهير الأيمن لو كان وجدي كشريدة لاعب ساليرنيتانا الإيطالي باش يكون حاضر في دورة كأس العرب، ممكن يكون غدوة في التشكيلة المحتملة ضد منتخب موريتانيا، لأنه بصراحة المنتخب التونسي راهو ما يعطيش وما يلزمش يعطي كادوات. اليوم وجدي كشريدة لعب زوز ثلاثة أربع مقابلات، يلزمنا الرضي وحمزة المثلوثي يلزموا يلعب في المقابلة الجاية. لا، لو كان وجدي كشريدة اللاعب الأول في المنتخب باش يكون موجود في كأس العرب، لازم يكون اللاعب الأول غدوة ضد موريتانيا. لو كان ماهوش باش يكون موجود، ما ثماش خيار أفضل من حمزة المثلوثي لاعب الزمالك المصري. مركز الظهير الأيسر واضحة الملاعبية متاعنا اللي ينشطوا في أوروبا، الأندية متاعهم باش تخليهم يشاركوا في الدورة هذه، ولا باش يكون اللاعب الأول هو علي معلول لاعب الأهلي المصري، تو سامبلومون لأنه الخيار الأفضل، لأنه أفضل لاعب
كظهير أيسر حاليا في المنتخب التونسي. محور الدفاع كيف ما قلنا من الأول ما نجموش نغيروا فريق كامل، لذا باش نلقاو ديلان برون قائد فريق ميتس الفرنسي وبجنبه منتصر الطالبي لاعب روبن كازان الروسي، لكن في دورة كأس العرب بطبيعة باش نلقاو ياسين مرياح. ثلاثي وسط الميدان صعيب برشا في دورة كأس العرب باش نلقاو عيسى العيدوني والياس الصخيري لاعب كولن الألماني. ساعة الياس الصخيري كونفيرمي ماهوش باش يكون موجود في دورة كأس العرب. حكم الياس الصخيري ماهوش باش يكون موجود وعيسى العيدوني في الشك موجود مش موجود، وبحكم كيف ما قلنا من الأول ما نجموش نغيروا تشكيلة كاملة، لذا باش نلقاو عيسى العيدوني وبجانبه لاعب من البطولة الوطنية لاعب على منذ الكبير باش يحضروا لدورة كأس العرب وهو محمد علي بن رمضان. مالة وسط الميدان اللاعب الثالث وكيف باش نحافظوا على توازن وسط الميدان، لاعب باش يكون موجود في دورة كأس العرب وهو نعيم سليتي. ثلاثي خط الهجوم ومن رأيي الشخصي وهبي الخزري كونفيرمي 100% ماهوش باش يكون موجود في دورة كأس العرب، لذا من المقابلة جاية ضد موريتانيا يزيد. أولا على منظر الكبير يحضر لاعب باش يكون موجود في الدورة هذه، واثنين اللاعب اللي باش يحضره ما يقلش أهمية على وهبي الخزري، ونتصور أفضل معوض الوهبي الخزري هو سيف الدين الجزيري. جناح الأيسر ما فيه الشكلام رجل الدوري القطري. شكون عدنا احنا في قطر؟ حكومة في قطر يحكم بحكامه في قطر هو يوسف المساكني بحكم الدورة باش تكون في قطر، لذا من تو على منذ الكبير باش يبدا يحضر في الفورمه نتاع يوسف المساكني لدوره كاس العرب، ونتصور باش نلقاوه غدوه في التشكيله المحتمله ضد موريتانيا. لاعب الجناح الايمن عندنا لاعب عنده امكانيات محترمه، بل عنده امكانيات اكبر من محترمه، لكن قاعد يمر بفتره صعيبه، وعلى منظر الكبير باش يحاول يدخلوا اكثر في الجو في جو المنتخب، ولهنا نحكي على حمزه ارفيع. فرصه في المقابلات المتبقيه غينيا الاستوائيه زامبيا موريتانيا باش تعطي فرصه لحمزه ارفيع. يندرى الملاعبي عنده لوكاليتي، يندرى الملاعبي ينجم يقدم الاضافه للمنتخب في المستقبل، ولا كان ينجم يقدم الاضافه كما قلنا اعطيه الفرصه نتاعو، كان ما ينجمش يا خويا عوضوا بلاعب اخر. في الختام حظ موافق للمنتخب التونسي تصفيات كاس العالم اللي بنسبه كبيره ترشح لدوره البراج اللي ترشح لكاس العالم. حظ موافق للمنتخب التونسي في كاس العرب في كاس افريقيا الكاميرون 2022. وفي الختام تونس تعيش. في الختام حظ موافق للمنتخب التونسي تصفيات كاس العالم اللي بنسبه كبيره ترشح لدوره البراج اللي ترشح لكاس العالم. حظ موافق للمنتخب التونسي في كأس العرب في كأس افريقيا الكاميرون 2022. وفي الختام تونس تعيش.